وقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم عقدين مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشركة SRT مارين سيستمز البريطانية لتطوير الزوارق البحرية والمنظومة الرادارية بالإدارة العامة لخفر السواحل. وأكد الشيخ فهد اليوسف أن توقيع هذين العقدين جاء وفق مواصفات فنية عالية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية البحرية، ويعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري لدولة الكويت، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية ستشهد عملية تحديث شاملة ومتكاملة انطلاقا من المنظور الاستراتيجي الشامل نحو تحديث مختلف الأجهزة الأمنية ترسيخا لقواعد الأمن.